هو ده مسيحنا. المسيح لما يتكلم عن ذاته يقول أحضاني مفتوحة. أما الشيطان لما يعلم يقول إن كان البار بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي. المسيح لما يعلم لم يعاتب على خطيه، لكن الشيطان لما يعلم يحط خطاياك قدامك. المسيح لما يعلم يقول بصي لي أنا اللي بحبك وأنا اللي خلصتك. الشيطان لما يعلم يقول للإنسان بص لخطاياك، حط خطاياك قدامك على الدوام. في فرق بين تعليم المسيح وتعليم الشيطان، لأنه في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. أرواحا مضلة، تعليم الشيطاني يحط قدامك سدود، سدود بينك وبين المسيح. أنا بنبهك لو تسمع أي معلم يصعب لك المشوار ويقول لك لا ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه، أما تعليم المسيح يقدم إليهم دخول بسعة. تعليم الشيطان يقول لك المسيح ماسك كرباج لو جيت له، أما تعليم المسيح لم يعاتبني على الخطية، ألبسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي هنايا سعدي. ده في صميم تعليمنا داخل الليتورجية من نصوص قديمة. في واحد وقف قال، والحاجات دي متسجلة على اليوتيوب، قال ان من تعليم الشيطان بهذا اللفظ، تعليم الشيطان في الكنيسة انك تقول اذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين اظهر انا الخاطي. طب لما واحد بيتهم الاجبية انها تعليم الشيطان، نيجي احنا نقول لا الكلام ده مش مظبوط، يبقى احنا المتعصبين واحنا المتشددين وهم طيبين وحلوين. الكلام ده موجود على اليوتيوب. وبعدين إذا كان البار بالجهد يخلص دي آية، أصبح الآيات تعليم شيطان. وبعدين في نفس العظة يقول إيه؟ يقول لما حد يقول لك ادخلوا من الباب الضيق والطريق قرب، ده تعليم شيطان. ده مين قال ادخلوا من الباب الضيق والطريق قرب؟ المسيح. طب لما واحد يقول على تعليم المسيح انه تعليم شيطان نسكت؟ ولما نتكلم لما احنا وحشين متشددين وحد يبعت لي جواب دلوقتي على طول يقول ايه لازمته؟ هل أثناسيوس الرسولي لما كان بيتكلم في الايمان ما جابش سيره الاريوسيين؟ قال عشان ما نزعلهمش. ليه نبقى خايفين وليه نبقى ضعفاء؟ ليه ما نتكلمش بصراحة ووضوح حتى لو اتهمونا بأي اتهامات؟ ما يتهمونا، ما هو المسيح نفسه قالوا عليه بعل زبول بيخرج الشياطين، وقالوا عنه مضل، وقالوا عنه أنه أكل وشريب خمر محب للعشرين والخطاة كأنها تهمة، وقالوا عنه كلام شرير كتير جدا وصلبوه في الآخر. طب ما احنا المفروض نتصلب، المفروض يموتونا. لا بلاش الضعف ده اننا نقعد نحسس على الناس على حساب العقيدة. لا، احنا علاقاتنا طيبة مع الكل، لكن العقيدة دي تبقى زي الاسود فيها تطلع